بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات، رياضيات 3 للصف الثاني الثانوي، نظام المقررات، المنهج السعودي، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا ما زلنا شغالين في الفصل الأول اللي بيتحدث عن الدوال والمتباينات. أخذنا الدرس الأول وأخذنا تمارين على الدرس الأول اللي هو خصائص الأعداد الحقيقية، والنهاردة إن شاء الله ناخد درس في منتهى الأهمية وهو درس العلاقات والدوال. عشان أفهم الموضوع وأفهم بداية الموضوع بشكل جيد، أنا عندي ثلاث، ممكن نقدر نقول ثلاث مفاهيم في منتهى الأهمية. المفهوم الأول وهو مفهوم العلاقة، إيه هو مفهوم العلاقة؟ المفهوم الثاني وهو مفهوم الدالة. المفهوم الثالث وهو مفهوم المتباينة، مفهوم المتباينة. لو انت فهمت الثلاث مفاهيم دول ان شاء الله الدنيا هتتفكك بالنسبة لك وهتفهم هذا الموضوع بشكل جيد. يعني ايه علاقة؟ دايما العلاقة بتبقى بين مجموعتين، مثلا المجموعة اكس دي فيها العناصر 1 و2 و3 و4، وبين مجموعة أخرى غير خالية ولتكن مجموعة واي، تبقى مثلا الـ A وآدي الـ B وآدي الـ C وآدي الـ D وآدي الـ E مثلا. فأنا لو قلت، خلينا نغير اللون كده عشان تتضح الصورة، أنا لو قلت الواحد صورته أو مرتبط مع الـ A معايا، والاثنين مع السي، والاربعة مع الدي، دي بسميها ايه؟ بسميها علاقة. يبقى العلاقة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ارتباط بين مجموعتين اكس وواي، وهي مجموعة الازواج المرتبة A وB، بحيث الA ده بينتمي للمجموعة X والB بينتمي للمجموعة Y. يعني هي مجموعة الأزواج المرتبة، بحيث إن الزوج المرتب ده المسقط الأولاني لازم ينتمي للمجموعة A، والمسقط الثاني ينتمي للمجموعة B. وبطلع حاجة اسمها بيان العلاقة. ايه هو بيان العلاقة؟ هي مجموعة الازواج المرتبة اللي بتمثل العلاقة. يبقى الزوج المرتب الاولاني ايه؟ ايوة شاطر كده، 1 وايه. الزوج المرتب التاني ايه؟ 2 وسي. الزوج المرتب التالت ايه؟ 4 والدي. هل في حاجة تانية؟ لا. يبقى ده بطلق عليه بيان العلاقة، بطلق عليه بيان العلاقة. واضحة كده العلاقة بهذا الشكل؟ ماشي. طيب المفهوم الثاني او المصطلح الثاني، خلينا نمسح الجزئية دي كده عشان تتضح الصورة اكتر. كده انا اتضحت عندي معنى كلمة العلاقة. ماشي، خلينا نمسح دي كده والسهم ده والدنيا دي خلاص. نرجع بس المجموعة واي. هنا بقى الدالة، الدالة هي علاقة تحت شرطين. يبقى أي علاقة حققت الشرطين دول بطلق عليها دالة. إيه الشرطين؟ إن كل عنصر من المجموعة إكس له صورة وحيدة في المجموعة واي. يعني الواحد لو راح للإيه معايا، والاثنين راح للسي، والتلاتة راح للسي، والاربعة راح للاي معايا، دي بسميها دالة. ليه يا عم دالة؟ لان كل عنصر في سين، مفيش عنصر انا سبته خالص، لا، لازم كل عنصر، كل عنصر في اكس له صورة وحيدة في ايه؟ في الواي، في الواي. يبقى كل عنصر خارج منه سهم واحد فقط، يبقى سهم واحد
فقط، كل عنصر لازم يخرج منه سهم واحد فقط. طيب لو الاثنين ما خرجش منها اسهم يبقى علاقه وليست داله. طيب الواحد خرج منه سهمين يبقى علاقه وليست داله. يبقى ايه الشرطين؟ ان كل عنصر في اكس له صوره. الشرط الثاني ان الصوره تكون وحيده، يعني سهم واحد فقط اللي خارج منه. يبقى اي علاقه حققت الشرطين دول بطلق عليها ايه؟ بطلق عليها الداله. اي علاقه حققت الشرطين دول بطلق عليها مصطلح الداله. ماشي. الداله في عندي ليها مفهومين مهمين جدا اقدر اطلع. بطلع حاجه في الداله اسمها المجال وحاجه اسمها الايه؟ المدى. ايه هو المجال؟ المجال عناصر المجموعة اكس كلها، دي بتبقى المجال. طيب المدى هي مجموعة الصور. يعني لو جينا نطبق على دي هيبقى المجال هنا ايه؟ المجال عبارة عن ايه؟ ايوة، واحد واثنين وثلاثة واربعة. يبقى المجموعة المجال هي مجموعة اكس دي اللي هي بطلق عليها المجال. طيب المدى؟ المدى اللي هي الصور. الصور اللي عندي ايه؟ ايوه A و C و E. ما خدتش ليه ال B؟ لانه مش صوره، مش ما فيش عنصر بايه بيصل اليه. ايه تاني هنا كان الدي؟ الدي ما خدتوش ليه؟ لا ايضا ليس ايه؟ ليس صوره. يبقى المجال اكس كلها والمدى مجموعه الصور. المدى مجموعه الصور. واضحة دي كده؟ يبقى ده المصطلح الثاني اللي بسميه الدالة. طيب المصطلح الثالث بقى، نمسح ولا ايه؟ نمسح كله مش مشكلة ونرسم ايه. المصطلح الثالث وهو الدالة المتباينة. الدالة المتباينة هي دالة. يعني ايه دالة؟ يعني بتحقق الشرطين بتوع الدالة، ان كل عنصر يخرج منه سهم واحد فقط. وفي بقى شرط الزيادة هنا. يعني مثلا أنا لو عندي إيه؟ أنا لو عندي هنا واحد واثنين وتلاتة وتلاتة، معلش، دي مجموعة الإكس ودي مجموعة الواي، A وبي والسي. إن كل عنصر في المجموعة إكس يخرج منه سهم واحد فقط. يبقى كل عنصر في المجال له صورة واحدة فقط. الشرط بقى اللي هو بيخليها متباينة ان كل عنصر في المدى له اصل واحد فقط. يعني كل عنصر هنا سهم، والعنصر اللي بيصله ده ما يصلوش اكتر من سهم، يصله سهم واحد فقط، يصله سهم واحد فقط. لو تحققوا الشرط دي انها دالة، لو كل عنصر في المدى له صورة واحدة له اصل واحد، يبقى دي بطلق عليها ايه؟ بطلق عليها دالة متباينة، او بطلق عليها متباينة. واضحة دي؟ انا ما يعني انت لو ما فهمتش وحسيت ان حاجة وقعت منك، معلش عيد الايه؟ عيد الفيديو من البداية. يبقى ده التعريف. يبقى الدالة المتباينة هي دالة يرتبط فيها كل عنصر من المجال بعنصر مختلف من المدى. مع ان ما فيش عنصر هنا يروح لسهم وعنصر يروح لنفس السهم، يروح لنفس العنصر، لا. وهذا يعني انه ببعض عنصر مختلف من المدى، وهذا يعني انه لا يمكن ان يرتبط عنصران من المجال بالعنصر نفسه من المدى. يعني سهم هنا الديول واحدة والرؤوس واحدة، الديول واحدة والرؤوس واحدة. واضحة كده ديت؟ طيب ناخد بقى شوية أمثلة. بيقول لي حدد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداها، وبين ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك فهل هي متباينة أم لا. يبقى أنا عندي المجال هوت، أقول له المجال ده بيساوي، المجال بيساوي إيه؟ العنصر الأول في كل زوج مرتب، ده بسميه زوج مرتب. يبقى أنا عندي سالب ستة وسالب خمسة وسالب ثلاثة وسالب واحد. سالب ستة اكتبها تاني، لا، العنصر المجموعة لا يكرر فيها الإيه؟ لا يكرر فيها العناصر. طيب المدى؟ المدى اللي هو المسقط الثاني أو العنصر الثاني اللي هو سالب واحد، هنكتبها مجموعة بقى، سالب واحد وسالب تسعة وسالب سبعة،
ديت، والسبعه وسالب تسعه انا كتبتها ما اكتبهاش مره تانيه، يبقى ده المجال وده المدى. انا ملاحظ في المجال ايه؟ ملاحظ ان العنصر سالب سته ده له صوره هنا، ونفسه سالب سته له صوره ثانيه، يبقى ديت ليست داله على طول، يبقى العلاقه ديت ليست داله. ليه ليست داله يا عم الحاج؟ لان هتقول له سالب سته له صورتان، مفيش عنصر في الداله يبقى له صورتين ابدا. اول ما تشوف العنصر في المسقط الاولاني اتكرر يبقى دي ليست داله وانت مغمض. طيب هل هي متباينه؟ يبقى ايضا ليست متباينه. ليه؟ اول ما تشوف عنصر من المسقط الثاني تكرر يبقى ليست متباينة. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي سالب تسعة هنا في المسقط الثاني وسالب تسعة تكرر في المسقط الثاني، يبقى تقول له سالب تسعة له أصلان. أصلان دي من عندي، يعني ممكن ما تلاقاش في الكتاب، ممكن تكتب له أصلان أو له قيمتان أو له مسقطان، أي حاجة يعني بهذه الإيه؟ بهذه الصورة. ماشي كده؟ طيب في الرسم ده عايز برضو المجال والمدى، وهل الشكل ده بيمثل دالة ولا لا يمثل دالة. المجال اللي هو دايما على محور السينات، على محور الاكس، محور الاكس اللي هي سالب اتنين اللي لها قيم سالب اتنين وسالب واحد والصفر. الصفر ليه قيمة؟ لا مفيش الصفر هنا، يبقى سالب اتنين وسالب واحد وايه؟ واتنين وتلاتة، يبقى ده المجال. طيب المدى اللي عندها الصور، سالب اتنين في المجال قيمته ايه؟ صفر، يبقى حطه في المدى. سالب واحد في المجال قيمته ايه؟ سالب واحد، يبقى حطه في المدى السالب واحد. طيب هنا الاتنين قيمته ايه؟ سالب اتنين، يبقى حط السالب اتنين في المجال. التلاتة قيمته ايه؟ الاربعة، يبقى دايما المدى على محور الواي، المدى دايما على محور الواي. هل الدالة دي، هل العلاقة دي دالة؟ يبقى العلاقة دالة. ليه بقى؟ كل عنصر في المجال له صورة في المدى، أو له صورة، يبقى كل عنصر العلاقة دالة، لأن كل عنصر له صورة واحدة، له صورة إيه؟ واحدة. طب هل هو متباينة؟ يعني أنا لو عملت العلاقة ديت بسهمية كده، خلينا نعملها سهمية، أدي إكس أهي، يبقى أنا عندي إيه؟ سالب اتنين، أدي سالب اتنين، وسالب واحد، واتنين، وتلاتة، مظبوط، وأدي الواي، الواي بتاعت إيه؟ سالب اتنين، وسالب واحد، والصفر، والأربعة. السالب اتنين مع الصفر مظبوط، السالب واحد مع السالب واحد مظبوط، الاتنين مع سالب اتنين مظبوط، التلاتة مع الاربعة، التلاتة مع الاربعة. كل العناصر في المجال طلع منها سهم واحد، ايوه. كل العناصر في المدى وصل لها سهم واحد، ايوه. يبقى دي متباينة وانت مغمض. واضحه كده؟ ناخد مثال كمان نفس الفكره بقى، هسيبها لك تمرين ولا لا نحلها مع بعض؟ ما فيش مشكله. يبقى هنا عايز الايه؟ عايز المجال. يبقى المجال خلينا نكتبها بالانجلش عشان هم ملخبطيننا في موضوع الانجليش والعربي ده صراحه. طيب ادي المجال، يبقى نكتب المجال هنا، ده هيساوي هنا سالب 3 وسالب 2 وسالب 1 وصفر و8، ده المجال. طيب المدى، المدى هيكون صفر واتنين واربعة وستة. هل العلاقة دي، هل دالة؟ هل كل العناصر في المجال خارج منها سهم؟ ايوه. هل السهم وحيد؟ ايوه. يبقى العلاقة دالة. ممكن تقول له عشان كل عنصر من عناصر المجال يخرج منها سهم واحد فقط. هل العلاقة دي متباينة؟ العلاقة ليست متباينة. ليه يا عم الحاج ليست متباينة؟ العنصر ستة له أصلان. العنصر ستة جاي له سهم، ممكن بلاش كلمة أصلان دي، يبقى له إيه؟ أو واصل. ستة ده واصل، له سهمان أفضل عشان ما تقولش حاجة مش موجودة في الكتاب. طيب هنا أنا ملاحظ إيه؟ ملاحظ هنا العنصر سالب اتنين ده له إيه؟ له نقطتان أو له صورتان،
صورتين، اللي هو الواحد والسالب اتنين، يبقى دي ليست داله على طول مباشره وانت مغمض. يبقى لو وجد دائرتين فوق بعض زي كده وانت مغمض تقول العلاقه ليست داله، ولو لقيت عنصرين جنب بعض كده يبقى العلاقه ليست ايه، شاطر يا ولد، ليست متباينة. طب ايه المجال هنا؟ ناخد على محور اكس اللي عندهم النقاط، خلينا نعملها على الرسم، اللي عنده نقاط زي ده يبقى المجال ايه؟ ايوه سالب 3 ها وسالب 2 وهنا النص مظبوط وهنا 1 وهنا 3 و4، يبقى هتقول له المجال سالب 3 وسالب 2 ونص وواحد وتلاتة واربعة. طيب المدى اللي هي الصور بقى، الصور شايف النقطة ديت، اروح جاي واخد منها شرطة كده يبقى ده المدى على طول وانت مغمض، وهو واخد الصفر بالمناسبة والصفر معاه، يبقى انا اقول له هنا المجال، خلينا نكتبها عشان تتضح، يبقى المجال عندي ايه؟ ايوه سالب 3 وسالب 2 وسالب نص وصفر وواحد وتلاتة واربعة. طيب المدى، المدى هيكون ايه بقى؟ انت شوف من بداية، انا عايز تبدأ من البداية تحت هنا، هل السالب 4 عنده حاجة؟ لا، السالب 3 عنده نقطة، ايوه يبقى سالب 3 احطه في المجال. هنا السالب 2 عنده نقطة، ايوه يبقى سالب 2. هنا السالب 1 عنده حاجة؟ مفيش. الصفر عنده حاجة؟ ايوه يبقى صفر. في هنا قيمة بالصفر؟ لا مفيش، يبقى الصفر مش موجود، معلش. طيب ايه تاني هنا؟ الواحد عنده نقطة يبقى واحد، الاتنين عنده ايوه، الاربعة عنده يبقى الاربعة، وهكذا. يبقى انا اقدر ايه؟ اقدر طالما انا فاهم الدنيا كده اقدر اطلع بكل ايه؟ بكل سهولة. ناخد مثال كمان، او مش مثال، هو ايه؟ مفهوم جديد من المفاهيم الخاصة بالعلاقات والدول. انا عندي لو انا رسمت العلاقة مثلا ايه وطلعت نقاط منفصلة كده بسميها علاقة منفصلة، يعني كل عنصر لوحده، زي مثلا عدد الوفيات مثلا في المملكة في العام كذا والعام كذا والعام كذا والعام كذا، بيبقى انا باخد العام واقول له عدد الوفيات بس، بيمثل نقطة بس على المستوى. انما في بعض الحاجات باخدها ايه؟ باخدها كعلاقه متصله، برسمها بخط، يبقى دي برسمها ايه؟ ارسم نقطه وارفع ايدي وارسم نقطه ثانيه وارفع ايدي، انما ديت برسم خط بالايه؟ خط بالمسطره، يبقى دي بسميها علاقه منفصله ودي بسميها علاقه متصله. ماشي كده؟ من المفاهيم المهمه جدا 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 عشان من خلال الرسم ازاي اعرف ان الشكل ده داله ولا ليس داله ولا ليست داله، اخد خط راسي زي الخط ده كده، اخد اروح جاي عامل خط منقط كده في اي منطقه على الرسم، لو الخط ده قطع المنحنى منحنى الداله في نقطه واحده فقط وانت مغمض دي هتبقى ايه؟ داله. لو الخط الراسي قطع المنحنى في نقطتين او في اكثر من نقطتين يبقى ده بسميه ايه؟ بسميه علاقه وليس داله، يبقى دي بسميها ايه؟ اختبار الخط الراسي، بسميه اختبار الخط الراسي. سؤال مهم جدا جدا ممكن يجي لك في الامتحان ويجيب لك المنحنى ويقول لك هل دي داله ولا ليست داله. خلاص؟ بيقول لي حوادث المرور يبين التمثيل البياني المجاور أعداد الوفيات في إحدى مدن المملكة نتيجة للحوادث المرورية من عام 1433 حتى عام 1437، 1433 و34 و35 و36 و37. 33 كان حاجة و40,000، 34 كان 350,000، معايا ده بالألف ولا بالايه؟ لا 350,000 ايه؟ ربنا يحفظنا. 350 شخص، معلش. هنا 36 كان ايه؟ 300 شخص، 37 كان كذا. خلاص؟ يبقى كل نقطة تمثل سنة. مفيش حاجة بيناتهم هنا، مفيش حاجة بيناتهم هنا. فدي بسميها ايه؟ بسميها علاقة ايه؟ أيوة شاطر كده، علاقة منفصلة. بسميها علاقة ايه؟ منفصلة. معايا؟ وهل دي تمثل دالة؟
هل كل عنصر عنده نقطة واحدة فقط؟ أيوة، يبقى دي تمثل إيه؟ تمثل دالة. ليه؟ لأن كل عنصر ليه صورة واحدة بس. تعرف لو لقيت هنا نقطة تانية هنا يبقى دي ليست دالة على طول وأنت مغمض، ليست دالة وأنت مغمض. واضح؟ يبقى طالما كل عنصر هنا في السينات في الإكس ده، في الإكس كل عنصر أو كل سنة لا عنصر لا نقطة واحدة فقط، يبقى دي تمثل دالة على طول. لو لقيت أكتر من نقطتين فوق بعض يبقى لا تمثل دالة. خد مثال كمان، بيقول لي إذا كان عدد العاملين في إحدى المؤسسات في الأعوام من 1400، خلينا نرسم كده بسرعة، 1433، يبقى أدي 1433، 1434، 1435، 1436، 1437، 1438. هنا كام؟ كان 38، يعني ممكن نقول 5 10 15 20 25 30 35 40 45. على الترتيب يعني ايه؟ يعني 38 كان 1433، 38 يعني 35 ممكن تكون هنا، يبقى ادي النقطة الأولانية. طيب 1434 كان 37، ادي 1434 كان 37، أقل منها بحاجة بسيطة. 1435 كان 36، ادي 36 أقل منها بحاجة بسيطة. 1436 كان كام؟ 35. 1437 كان 34. يعني هي المفروض بتبقى يعني نظبطها بايه؟ كله ده في الثلاثينات، يعني هيبقى مش هيعدي الحته دي بالمناسبه، يعني ممكن دي تطلع فوق شويه وهكذا. انت تظبطها بقى، يعني انت تظبطها يعني براحتك، وهكذا هتطلع بهذه الايه؟ بهذه الصورة. يبقى دي بسميها علاقة منفصلة وليست ايه؟ هل دالة ولا ليست دالة؟ دالة، تمثل دالة. كل عنصر خارج منه ايه؟ خارج منه خط واحد فقط، ادي النقطة او قدامه نقطة واحدة فقط. واضحة دي؟ دي بسميها ايه؟ بسميها دالة، بطلق عليها دالة، او بنطلق عليها معادلة، او بنطلق عليها معادلة، ولكنها في النهاية تمثل دالة. بنكتبها ازاي؟ الواي تساوي اف اكس كده، ونكتب بقى نص اكس ناقص 3. يبقى انا ممكن اقول له اف اكس تساوي تلت اكس او نص اكس ناقص 3، او تقول له الواي زي ما هو كاتبها كده يساوي اف اكس يساوي نص اكس ناقص 3. دي بسميها ايه؟ بسميها دالة، او بنطلق عليها اللفظ المشهور وهو معادلة، بنطلق عليها اللفظ المشهور وهو معادلة. طيب هو بيقول لي بقى مثل المعادلة دي، نمثل. انا شرحت التمثيل في المرة السابقة، انا بعمل الجدول البسيط بتاعي هو ادي الجدول، لما يكون دالة بهذه الصورة بعمل الجدول بتاعي كده، جدول المشهور، ادي ايه؟ ادي اكس معايا، وادي الواي، وادي الاكس والواي. بناخد هنا، اخد صفر هنا وصفر هنا. لما نحط الاكس بصفر الواي هتبقى بايه؟ بسالب 3. طيب لما نحط الواي بصفر دي هتطلع بره او تضرب في 2 حتى، يعني ممكن نضرب في 2، يبقى الايه؟ الاكس هتساوي 6. هل ممكن ناخد نقاط تانية؟ يبقى دي النقطة الاولانية صفر وسالب 3، النقطة التانية 6 وصفر. ممكن بقى تحط نقاط من عندنا بين الرقمين دول، يعني انا ايه خدت صفر وستة، ممكن ناخد ايه؟ مثلا سالب 1، ممكن ناخد الواحد، اي ارقام تانية. بس اهم حاجة ان انا احط الصفر هنا وصفر هنا واكمل بعديها. ازاي؟ اما اجي ارسم بقى ارسمها ازاي؟ ناخد اول نقطة، ادي هنا عندي 1 2 3 4، ادي 5 مثلا، ادي 6، هنا سالب 1، هنا سالب 2، سالب 3، سالب 4، هنا 1 2
ثلاثة أربعة، هنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة، وبيقول لي مثل. خلينا ناخد الخط الايه اللون الأحمر، أدي صفر يعني السين بصفر وتلاتة وسالب تلاتة، يبقى أنزل عند السالب تلاتة أهو، حط، يبقى دي نقطة التقاطع مع محور الصادات. طيب هنا ستة، أدي الستة وصفر، أرسم الخط إزاي؟ خلاص يبقى أنا أوصل النقطتين كده، أدي بالمسطرة أوصل وأكمل عادي كده، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا رسمت الإيه؟ المنحنى، رسمت المنحنى. ممكن بقى تحط أنت نقاط من عندك أو ما تحطش، مش مشكلة، يبقى أنت كده رسمت المنحنى أو رسمت الخط الإيه؟ الخط المستقيم. هو بيقول لك كون الجدول، كون الجدول، إيه النقاط اللي ممكن أحطها؟ ممكن أحط صفر وواحد واتنين مثلا وسالب واحد وسالب اتنين. يعني ايه؟ يعني اشيل الاكس واحط الصفر، واشيل الاكس واحط الواحد، واشيل الاكس واحط اتنين، واشيل الاكس واحط سالب واحد، واشيل الاكس واحط سالب اتنين، واجيب قيمه الواي في كل مره. زي ما انا بقول لك، انا حطيت الاكس بصفر وجبت الواي، حطيت الاكس بستة وجبت الواي، حطيت الاكس بسالب واحد وجبت الواي، حطيت الاكس بواحد وجبت الواي، وهكذا هيطلع لي جدول احط النقاط واوصل بيناتهم، هيديني الخط الايه؟ الخط المستقيم. واضحه ديت؟ هسيبها لك دي بقى. لا دي غير، بيقول لي تحقق، بيقول لي مثل بقى، مثل الايه؟ الداله التاليه. يبقى انا هعمل ديت، لازم اعمل لها جدول، نعمل جدول مع بعض عشان نرسمها. خلينا نعمل الجدول هنا كده، يبقى انا بعمل جدول كده. ممكن طبعا تستخدم الاله الحاسبه، ادي الاكس وادي الواي، بتحط كذا نقطه، هنحط مثلا ايه؟ مثلا سالب اتنين او سالب تلاتة، سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة. طيب اجيب القيم ازاي؟ اعوض عن السين بصفر، يبقى يديني هنا واحد، بواحد هنا. طيب الاكس بواحد يبقى يديني اتنين، هتشيل الاكس وتحط واحد، واحد تربيع بواحد زائد واحد يدينا اتنين. طيب الاكس باتنين، اتنين تربيع باربعة زائد واحد خمسة، الاكس بتلاتة يبقى تسعة وواحد عشر. طيب الاكس هنا هتتكرر بقى نفس الفكرة، هنا الاكس بسالب واحد يبقى يدينا اتنين، اكس باتنين بسالب اتنين يبقى يدينا اربعة وواحد خمسة تسعة، تلاتة هنا يبقى تسعة وواحد عشرة. واضحة كده؟ ارسم بقى النقاط دي بقى، اخد ادي المستوى بتاعي، الاكسات عندي هيت، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، ماشي، هنا سالب واحد، هنا سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب أربعة، هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، أدي التسعة، هنا يبقى سالب واحد سالب اتنين، مفيش حاجة في السوالب أصلا هنا. طيب نعوض بقى، ناخد اللون الأحمر، خلينا نشوف هنا التلاتة مع العشرة، ادي التلاتة طالعة للعشرة فوق اهي، خلينا نعتبر العشرة هنا، يبقى التلاتة مع العشرة، الاتنين مع الخمسة، ادي الاتنين مع الخمسة، الواحد مع الاتنين، ادي الواحد مع الاتنين، الصفر مع الواحد، ادي الصفر مع الواحد، السالب واحد مع الاتنين، السالب واحد مع الاتنين، هتتكرر تاني، السالب اتنين مع الخمسة، ادي مع الخمسة، السالب اتنين مع الخمسة، السالب تلاتة مع العشرة، قصاد العشرة. طيب لو انا وصلت هيديني منحنى بسميه قطع مكافئ، بطلق عليه ايه؟ قطع مكافئ، يقطع محور الصادات عند النقطة صفر واحد. ماشي كده ديت؟ طيب واضحة ديت؟ طيب هل دي تمثل دالة؟ كل عنصر، كل عنصر من المجال هتلاقي له ايه؟ عنصر واحد فقط من المدى، يبقى دي تمثل داله وتمثل ايضا ايه؟ وتمثل ايضا متباينه. واضحه دي؟ واضحه؟ طيب انا لو عندي معادله بقى، معادله مثلا اف اكس اللي هي بتساوي الواي بتساوي مثلا 3 اكس ناقص 4. هنا انا بجيب قيمه الواي على اي اساس؟ على اساس قيمه الايه؟ قيمة الاكس، فبسمي الاكس ديت المتغير المستقل، وده تابع لقيمة الاكس فبسميه المتغير التابع.
وبسمي ديت بسميها ايه؟ اسم الدالة او رمز الدالة، بطلق عليها اف اكس او بسميها واي. خلاص كده يبقى بسمي الاكس المتغير المستقل، هو مش مرتبط بحاجة، لا الواي هي اللي مرتبطة بيه، الواي هي المرتبطة بيه، فبسمي الاكس المتغير المستقل وبسمي الواي المتغير التابع. واضح ديت؟ ملجات قيمة الدالة. هنا اف اكس بيساوي 2 اكس تربيع ناقص 8، اوجد قيمه كل مما ياتي. اف 6 اي اف 6 يعني ايه؟ يعني شيل كل اكس واحط 6، يبقى 2 في 6 تربيع، اشيل الاكس كان اشيلها من مكانها واحط القيمه اللي جوه دي، 6 تربيع ناقص الايه؟ ناقص ال 8، يبقى يساوي 6 تربيع ب 36، 36 في 2 ب 72 ناقص ال 8، 12 من 8 4 4 يبقى 4 وكام؟ 64، يبقى يساوي 64. طيب عندي اف اكس، خلينا نغير اللون الاسود، اف 2 واي، يعني ايه اف 2 واي؟ كل ما داخل القوسين دول اشيل الاكس واحط واحطهم، يبقى يساوي ايه؟ 2 في 2 واي تربيع ناقص 8، مظبوط كده؟ يبقى انا الكلمه اللي بين القوسين دول اشيل الاكس واحط قيمتهم، يبقى يساوي 2 تربيع الاثنين 4 وتربيع الواي، واي تربيع ناقص 8، يبقى 2 في 4 ب 8 يبقى يدينا 8 واي تربيع ناقص الايه؟ ناقص ال 8. واضحه كده؟ واضحه سهله جدا، انا اعتقد ان هي في منتهى السهوله. التمرين ده زي التمرين اللي فات بالظبط، هسيبه لك تمرين، ما تسيبش الفيديو الا لما تحل هذا التمرين. مش عارف في حاجه تانية ولا لا. يبقى احنا كده انهينا الدرس الثاني، درس شيق جدا وحلو. لو انت حاسس ان انت في يعني فاهم بنسبه قليله، عيد الفيديو معلش مره واتنين وتعالى على نفسك مره واتنين لحد ما تستوعب هذه الجزئيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس لحجز حصه او منهج بالكامل، التدريس اونلاين صوت وصوره، لينك التسجيل في اسفل الفيديو اللي هو شرح منهج. ولشراء الدروس هبعت لك فلاش عليها الدروس كامله للمنهج بالكامل، فيديوهات، وهبعت لك المذكرات مطبوعه ورقيا الى اي مكان في العالم، لينك الشراء في اسفل الفيديو. وان شاء الله هيغنيك، هيبقى لنا قريبا موقع باذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى فيه المناهج، هتلاقي الفيديوهات في الموقع والمذكرات في الموقع من غير ما اشحن لك ولا اعمل اي شيء، ان شاء الله تخش تلاقي كل شيء موجود في هذا الموقع. يكمل الموقع بس هبعت لك او احط لك لينك الموقع في اسفل الفيديو. اتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.